اليوم لبينا دعوة من جمعية عتيل الخيرية ومؤسساتها في فعالية لقطف الزيتون التي جاءت استجابة لدعوة وزارة الزراعة وحملتها الوطنية في كل محافظات الوطن والتي أطلق عليها الفزعة. الفزعة تعني هو تجسيد كل المفاهيم الوطنية، ومن أهمها مفهوم التعاون وإعادة الاعتبار إلى العمل التطوعي والجماعي في فلسطين، حيث أن موسم الزيتون وقطاع الزيتون في محافظات الوطن له أهمية كبيرة من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحة الزيتون أكثر من 50% من مجمل الأراضي الزراعية المستغلة في فلسطين، وحوالي 90% من الأراضي المزروعة بالأشجار البعلية. وبالإضافة إلى ما تكبده المزارعين من خسائر العام الماضي من حيث منعهم من الوصول إلى الأراضي، سواء في منطقة الجدار أو ما خلف الجدار وفي مناطق القريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية، لهذا السبب تداعت وزارة الزراعة ودعت كافة المؤسسات الأهلية والحكومية وأعلنت من خلالهم عن إطلاق الحملة والفزعة. بقدم الشكر لكل من شارك في هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم التراثي في عتيل، هذا اليوم التاريخي في فلسطين اللي هو موسم الزيتون. احنا نشكر الزراعة على رأسها مدير الزراعة، نشكر جهاز الشرطة، نشكر الدفاع المدني، نشكر اخواننا حتى في التنظيم كانوا موجودين معنا، نشكر جمعية عتيل اللي رتبت هذا الأمر، ونشكر الجميع. هذا اليوم يوم عظيم جدا، نعتز كشعب فلسطيني بهذه الشجرة. هذه الشجرة جذورها في الأرض ومعطاءة في كل الظروف، وتحمل كل الظروف وتعطي أجود ما لديها. زيت الزيتون اللي هو هذا زيت الزيتون هو عنوان للشعب الفلسطيني، هو رمز للشعب الفلسطيني، وهذه الشجرة كأصحابها من الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني اللي بيتحمل كل الظروف كل المآسي، ولكن جذوره في هذا الوطن، وإن شاء الله سيبقى الشعب الفلسطيني صامدا ومجاهدا إلى أن يحقق غايته وحلمه في إقامة دولته المستقلة في فلسطين وعلى رأسها القدس الشريف إن شاء الله. استجابة للحملة الوطنية اللي قامت فيها وزارة الزراعة اللي هي الفزعة، قامت جمعية عتيل الخيرية بتنظيم فعالية اليوم بمشاركة جمعية عتيل الخيرية وأطفال روضة جمعية عتيل الخيرية وبلدية عتيل وكافة مؤسسات البلد بالشراكة مع وزارة الزراعة بتنظيم الفعالية اليوم بالحقل، يعني بصورة ميدانية شاملة لكل مؤسسات البلد كانت، والحمد لله يعني الفعالية كانت ناجحة والكل شارك فيها، ويعني كانت تعكس ارتباط الناس والأطفال بشكل خاص يعني بالزيتون وبهاي الشجرة المباركة.